كابتن محمد هنيدي مدرب عام نادي دمنهور الرحب. اهلا. جماهير دمنهور بتسعم عن سر تراجع نتائج فريق دمنهور في الفتره الاخيره خاصه في الماتشات الخارجيه. لا والله يا ويمكن الاداء الفتره الاخيره اهتز في ماتش ميال بحيره شويه. انما ماتش سمادة ابو قير احنا عملنا ماتش كويس قوي بس للاسف كان في بضلك عالي جدا يعني في راحت واكثر من اربع خمس كور محطتين الكورتين اللي جم عليك للاسف سوء توفيق وعدم تركيز شويه في ال 18 فجيك هدفين. الماتش الثاني اللي هو بتاع الحمام انا اعتقد ان كان من اهم الاسباب برضه الشوط الاولاني احنا كويسين قوي مضيعين اكثر من فرصتين محققين والشوط الثاني هم مرحوش يجيبوا كوره لكن للاسف الشديد ارضيه الملعب ما ساعدتش ان اللعيبه تادي بنفس الايه بنفس الاداء. انا اعتقد ان شاء الله باذن الله تعالى الفتره اللي جايه ان شاء الله الرحمن اللعيبه كلها مركزه ان هي ترجع لمستواها تاني وتادي بشكل كويس ان شاء الله باذن الله تعالى من خلال الماتش اللي جاي او الماتشين ثلاثه اللي جايين هم على ارضنا بدايه من الماتش الرجاء نقدر باذن الله نستعيد مكانتنا تاني ان شاء الله الرحمن. شايف ان الفريق الفتره الانتقالات الحاليه محتاج لها تدعيم ولا المجموعه الموجوده هي كفيله بالصعود وتحقيق رغبه جماهير دمنهور ان شاء الله؟ والله المجموعه اللي موجوده ان شاء الله باذن الله تعالى كفيله بمشيئه الرحمن انها تحقق الهدف اللي نادي دمنهور والجهاز الفني ومجلس الاداره وكل الناس بتسعى له. لكن لو في لعيب برضه يقدر يبقى اضافه وخاصه في 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 وسط الملعب تحت الفيرود او في الفيرود او في الاثنين ست افراد اللي قدام مفيش ادنى مشكله بس اللعيب يبقى اضافه، اللعيب يجي يلعب مش اللعيب يجي يقعد. لكن حتى لو ما لقيناش فانا اعتقد ان المجموعه الموجوده تقدر باذن الله تعالى انها تادي وتقدر تحقق الهدف اللي شطرحناه. كابتن محمد جنيدي ايه تقييمك للمباريات المجموعه السادسه ومستوى الفرق الموجوده حاليا في المجموعه؟ والله انا شايف برضو ان يعني على نهايه الدور الاولاني كده وبدايه الدور الثاني هتبدا الامور تتضح اكتر من كده. طبعا لما بتبقى المستويات مش قويه قوي فبيخلي في فرصه ان الفرق تبقى متوسطه المستوى او ملهاش اسم تقدر تزاحم وخاصه في الدور الاولاني. لكن اعتقد ان بعد ماتشين ثلاثه من الدور الثاني هتبدا تبان الرؤيه وانا في تصوري الشخصي برضو ان الفرق اللي عندها نفس طويل وعندها امكانيات كويسه سواء بالنسبه للعيبه او بامكانيات نادي هي اللي هتقدر توصل للنهايه ان شاء الله رب العالمين. يعني تطلب ايه من جماهير دمنهور في الفتره الجايه ان شاء الله؟ والله انا قبل ما اطلب منهم بشكرهم على المسانده خلال المرحله اللي فاتت بشكرهم شكر كبير جدا وان شاء الله باذن الله تعالى الفتره اللي جايه محتاجه مسانده اكثر من كده من شادي الرحمن ودعم اكثر من كده من الجمهور. وانا بشوف ان يعني جمهور دمنهور ونادي دمنهور ودمنهور بشكل خاص تستحق ان هي باذن الله تعالى تكون في مكانه افضل من كده بكتير من شادي الرحمن. يعني اشكرك على حديثك.